الآن مشاهدينا الكرام ينضم معنا في هذه الجولة من الأسواق كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي رائد الخضر. حياك الله رائد معنا في هذه الجولة من الأسواق. أبدأ معك من ترقب الأسواق لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة. ما هي توقعاتك؟ هل سيشهد الاقتصاد الأمريكي زيادة جديدة بأسعار الفائدة أم هناك توقف مستمر؟ تفضل رائد. بالطبع نحن على انتظار لهذا الخطاب المهم، وأيضا كان عندنا أيضا توقعات لمجموعة من أعضاء الفدرال الأمريكي سيلقون بخطابات خلال تعاملات هذا الأسبوع، والتركيز حتى الآن عن كل الأعضاء الذين تحدثوا مسبقا من الـ 12 عضو في الفدرال الأمريكي. كانت نضيف لها أيضا محضر آخر اجتماع للفدرال الأمريكي أظهر انقسام واضح داخل الفدرالي فيما يتعلق بنوايا تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر أو رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وربطها بشكل وثيق يعني البيانات الاقتصادية التي قد تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية لتحدد ما إذا كان هناك توجه لتشديد السياسة النقدية أو رفع لأسعار الفائدة. حتى الآن المعطيات على الأرض تشير إلى أنه التضخم نوعا ما محتوى وأنه لا حاجة حقيقية لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل الفدرالي أو رفع لأسعار الفائدة في اجتماع في نوفمبر المنتظر، وبالتالي ذلك قد يرجع إذا لم يكن هناك رفع لأسعار الفائدة في شهر نوفمبر فبشكل كبير جدا قد يستغني الفدرال الأمريكي عن فكرة تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة بشكل مطلق في ضمن الدورة الاقتصادية في الفترة الحالية، وبالتالي الأنظار ستتجه عن إذا ما كان هناك تضمينات لتوقف دورة التشديد النقدي، تضمينات بأن الفيدرالي الأمريكي وصل إلى مستويات العليا لأسعار الفائدة، ومن ثم المنظور في الأسواق هو سواء كان هناك إبقاء للسياسة النقدية مستدامة أو أسعار الفائدة مرتفعة إلى متى، ربما إلى منتصف العام القادم الترجيحات الأكثر ورودا، ومن ثم البحث عن تقليصات في أسعار الفائدة ممكنة، وذلك لتحفيز الاقتصاد اللي بدأت تظهر عليه بعض العلامات السلبية نتيجة رفع أسعار الفائدة بشكل واضح، وهذا من شأنه طبعا رفع تكاليف الاقتراض على الأعمال التجارية وعلى الأفراد. وعلى الرغم من أنه يعني بعض البيانات الاقتصادية حتى الآن لا تظهر يعني هذا بشكل كبير، ولكن رأيناه من خلال مبيعات المنازل على سبيل المثال، رأيناه من خلال السلع المعمرة. يوجد هناك العديد من المؤشرات التي أظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تضر نسبيا بالاقتصاد، وربما تؤدي إلى ضعف في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي ركود اقتصادي متوقع. طيب رائد، الفيدرالي الأمريكي صرح مؤخرا بقوة للاقتصاد الأمريكي، يعني الاقتصاد الأمريكي بدأ يزداد قوة مع وجود التضخم، التضخم لا زال موجودا. كيف ترى مستقبل التضخم الأمريكي؟ يعني التضخم ليس أمر سلبي إذا كان مدروس وضمن النطاقات المستهدفة. التضخم هو بطريقة غير مباشرة هو إشارة للنمو الاقتصادي وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يعني ممكن أن يكون بنتيجة طلب أكبر، بنتيجة ظروف أفضل في الاقتصاد، وهذا فعليا تم تحقيقه في الاقتصاد الأمريكي، ولكن التضخم المفرط هو الذي يخشى منه الفدرال الأمريكي. وبالتالي إحنا عند مستويات التضخم الحالية عند 3.7% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد ليست بذلك السوء الكبير أو بعيدة على المستهدفات عند 2%، بالتالي القراءات القادمة ممكن تشهد تراجعات في مستويات التضخم بشكل أقرب إلى المستهدفات أو حتى ربما إلى 3%، يعني قريبة جدا من المستهدفات عند 2%. لا أعتقد أن مشكلة التضخم ستستمر بشكل كبير إلا إذا استمر ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير جدا، عندها ممكن أن نرى ما يسمى بالدايفرجنس أو الاختلاف ما بين القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين والقراءة العامة أو الإسمية لمؤشر أسعار المستهلكين. الأساسية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة سوف نجد فيها انخفاض، في حين القراءة العامة ممكن تشهد بعض الارتفاعات، وهنا هذا نتيجة
حقيقة يكون نتيجة ارتفاع في أسعار الوقود والطاقة بشكل مباشر، والذي من شأنه على المدى المتوسط إلى الطويل أن يظهر يعني مخاوف من التضخم بشكل أكبر. أعتقد القراءة المفتاحية لهذا الأمر هي استقرار لأسعار النفط فوق $100 للبرميل. عندها سوف يعود التضخم مجددا إلى الساحة، وربما يكون هناك حديث عن ضرورة أن يكون هناك رفع في أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن كان ذلك لا يؤثر حقيقة يحل المشكلة بشكل نهائي، ولكن يحد من الآثار المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والوقود. فإجمالا نحن نتحدث عن أن الاقتصاد الأمريكي أداؤه متميز وجيد حتى الآن بلا شك، ولكن التضخم لا يزال بعيد، ليس ببعيد كثيرا على المستهدفات، ويمكن الوصول إليه في مطلع تعاملات العام القادم. طيب، إذا ما تحدثنا عن الإيجابيات، إيجابيات بيانات مبيعات التجزئة التي صدرت البارحة خلال شهر سبتمبر، ماذا من الممكن أن تكون هذه الإيجابيات سيد خضر؟ يعني نحن شفنا مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بقراءة الشهرية وبقراءة السنوية، والقراءة كانت أعلى من التوقعات بشكل واضح، ومبيعات التجزئة هي أحد مقاييس التضخم نحن نشير إليها، ولكن في نفس الوقت هي أحد مقاييس المهمة للأداء الجيد للشركات، وبالتالي يعني تعتبر عامل مهم أنه الأثر السلبي غير موجود بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، وهذا ما تحدثنا عنه. حتى الآن الوضع ليس بالأمر السلبي بشكل كبير، ولم تتأثر المبيعات التجزئة على وجه التحديد بشكل كبير جدا، وهذا ينم عن مرحلة السوفت لاندينج أو الهبوط الناعم في الاقتصاد، دون أن يكون هناك يعني ضغط على معطيات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وبالتالي هي أحد القراءات التي تظهر أن الفيدرالي حتى الآن مسيطر على عملية ضغط التضخم بالاتجاه الهابط، وفي نفس الوقت دون الإيذاء بالنمو الاقتصادي، ويعني كما رأينا في مبيعات التجزئة. نضيف إلى ذلك أيضا إلى أنه نحتاج الاستدامة في استقرار الأداء الإيجابي دون أن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في مبيعات التجزئة وفي قراءات التضخم إجمالا، بحيث تضطر الفيدرالي للتدخل بشكل أكبر. أعتقد حتى الآن المعطيات سواء كانت عن أرباح الشركات التي صدرت حتى الآن أداءها إيجابي وأعلى من التوقعات، على سبيل المثال S&P 500 بقراءة الأرباح الفصلية على الربع الثالث جاءت معظم الشركات بمتوسط يعني توزيعات أرباح أعلى من المتوقع عند 2.2%، بينما التوقعات عند 1.2%. إذن أداء الاقتصاد الأمريكي الممثل مثلا بمؤشر S&P الذي يضم أكثر من 500 شركة مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية أداء إيجابي، والشركات تحقق مستويات ربحية جيدة وأعلى من المتوقع، وهذا يعكس حقيقة الوضع الإيجابي للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي. طيب رائد، إذا ما تحدثنا عن أزمة الديون العالمية، هذه الديون بلغت 307 تريليونات دولار أمريكي، تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي، وأيضا باعتبار أن الولايات المتحدة هي من تتسيد هذه الديون. يعني موضوع الديون وموضوع السندات موضوع حساس جدا، ورأينا فيه قلق كبير في الآونة الأخيرة نتيجة كان عندنا هذا التقلب الكبير على أسعار السندات وعلى عوائد السندات. كان هناك طلب واضح في الآونة الأخيرة على السندات الأمريكية كملاذات آمنة بنتيجة التوترات الجيوسياسية مثلا على سبيل المثال، في ولكن بشكل عام مسار السندات الأمريكية كان متراجع، وطبعا ارتفاع عوائد السندات، تراجع قيمة السندات وارتفاع عوائدها، هذا إشارة ضمنية على أنه هناك قلق من الجودة الائتمانية لهذه السندات، والإفراط في الإقراض هو الذي الاقتراض الحكومي من الولايات المتحدة الأمريكية هو أحد الأسباب المهمة التي إضافة إلى عدم اتخاذ القرار بشكل سريع وبشكل واضح فيما يتعلق بتعليق سقف الدين الأمريكي وإمكانية بقاء الحكومة الأمريكية بتمويل الحكومة الأمريكية بشكل مستدام أكثر، ذلك يؤثر على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول التي
تعتمد بالاقتراض بشكل كبير جدا أو تمول بالعجز بشكل كبير جدا، وهو الاقتراض لتمويل الأنفاق بشكل أكبر. أعتقد هذا أبرز العوامل الرئيسية التي سببت تخفيضات التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة الأمريكية والعديد من المؤسسات الأمريكية على رأسها العديد من البنوك الأمريكية على وجه التحديد. طبعا ضعف جاذبية هذه السندات وارتفاع عوائدها في الآونة الأخيرة هو عامل مهم جدا على أنه السياسة النقدية وصلت إلى مستويات يجب أن يكون هناك تعديل فيها وانقلاب في هذه السياسة من سياسة تشددية إلى سياسة أكثر توسعية، وربما ذلك قد يسمح حقيقة بأن يكون هناك تقليل نوعا ما من الاقتراض. أيضا الترشيد في عملية الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد في العالم، نحن نذكرها كمثال في الوضع الراهن، أعتقد ذلك قد يعطي استقرار وستابيليتي أكبر للتصنيف الائتماني في الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى دور التصنيف الائتماني إلى الضغط أكثر في أو تخفيض أكثر في تصنيفاتها. أعتقد مشكلة الدين الأمريكي تعتمد على أمرين أساسيين: المشرعين يكون هناك اتفاق أكثر وضوحا فيما يتعلق بآلية الاستدانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون أكثر وضوحا ويعني الآلية تكون مستدامة بشكل أكبر، إضافة إلى تقليل الاقتراض حقيقة بهدف يعني الإنفاق العام. أيضا رأد تقرير اقتصادي أظهر انكماش التجارة العالمية بأسرع وتيرة منذ العام 2020. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في ظل كل ما يجري من أحداث على مستوى أوروبا وحتى الشرق الأوسط؟ يعني إذا بدنا نتحدث بشكل أكثر وضوحا، يوجد هناك العديد من القضايا والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى العديد من المخاوف فيما يتعلق بالحروب الاقتصادية ما بين اقتصادات عظمى، وخلينا نقول يعني هذا يضعف حقيقة آفاق التجارة العالمية ويحد من إمكانية التوسع بشكل أو بآخر، أو يكون هناك مرحلة توسعية عدا عن أنها انكماشية كما ذكرت في الوقت الراهن. أعتقد أيضا سلاسل التوريد واستقرارها بشكل أكبر يلعب دورا مهما أيضا في عملية يعني تحفيز النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة. أعتقد يعني ما لم يتم حل أو تهدئة هذه التصعيدات الكبيرة التي نراها في العديد من المناطق حول العالم والوصول إلى حلول مستدامة يعني تفتح آفاق للتعاون الاقتصادي بشكل أكبر، سوف يبقى هناك ضغوط أكبر على آفاق النشاط التجاري العالمي. وعلى وجه التحديد ممكن أن نشوف نحن يعني ارتفاعات حادة في بعض الأصول على حساب أصول أخرى بنتيجة اكتنافها على مخاطرة أكبر، بنتيجة أيضا يعني انفراد نوعا ما في وضعيات السوق تسمح بأنه يكون في هناك يد عليا أو قوة مسيطرة على بعض الموارد مقارنة مع دول أخرى، وبالتالي ذلك قد يحقق يعني عاملا سلبيا على آفاق نمو المستقبل. طيب رأد، أنتقل معك إلى أسواق النفط. يعني بحسب التقارير 500 ضحية في مستشفى المعمداني في فلسطين كانت كفيلة برفع أسعار النفط بدولارين تقريبا للبرميل. كيف ستستفاد الدول المنتجة للنفط من هذا الارتفاع الحاصل 2% لأسعار النفط العالمي؟ كيف تستفاد الدول؟ الفكرة لم تكن في الاستفادة بقدر ما أنه ارتفاع أسعار النفط هو نتيجة التصعيد الذي يحدث فعليا، والقلق من دخول أطراف أخرى بشكل كبير جدا. هذه الأطراف ممكن أن تكون مؤثرة بشكل مباشر بإنتاجية النفط، وبالتالي المعروض النفطي ممكن أن يتعرض لخلل أو قيود، وهذا من شأنه حقيقة أنه يفجر القلق فيما يتعلق بأسعار النفط، وتماما رأيناه كيف يرتفع بهذا الشكل القوي جدا. النفط هو سلعة حساسة جدا للحرب، ترقص على طبول الحرب بشكل خاص، ويعني الوضع وتوتراته وإمكانيات التصعيد المستقبل
مستقبلية كافية أنه دفعت أسعار النفط بهذا الشكل المهول جدا، وممكن أن تسمح ببقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل خلال فترة وجيزة جدا، خصوصا مع إمكانية دخول أطراف أخرى. ويعني نحن رأينا تصحيح أو ضعف بسيط في أسعار النفط كان مع إمكانية دخول النفط الفنزويلي مباشرة، تم استيعاب ذلك في السوق على أنه عملية دخول النفط الفنزويلي أصلا تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتحتاج إلى إعادة إحياء الاستثمارات القديمة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وبالتالي ذلك يعني كانت وقفة قصيرة في الرالي لأسعار النفط أو الاتجاه العام الصاعد الذي سلكته أسعار النفط مؤخرا. بالتالي من المرشح أن تواصل أسعار النفط الضغط بشكل أكبر، وخلال فترة قصيرة نسبيا، ربما إذا بنتحدث عن مستويات سعرية فمستويات 92 دولار للبرميل بالنسبة للـ WTI هي مستويات مناسبة جدا للوصول إليها خلال فترة قريبة. طيب رائد، هل تتوقع استمرار التخفيض الطوعي من قبل المملكة العربية السعودية وأيضا دول مجموعة أوبك بلس في ظل الارتفاع الحاصل بأسعار النفط؟ لا أعتقد سوف يتغير بسيناريوهات الدول المنتجة للنفط بشكل كبير جدا، أو تحديدا أوبك بلس فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، لأن التخفيضات الطوعية هي جاءت بنتيجة يعني تحفيز الطلب أو عدم وجود الطلب الكافي، وبالتالي كان هناك محاولة لتحقيق استقرار في أسعار النفط أكثر من أن يكون في عندنا يعني هدف هو دفع أسعار النفط بالاتجاه الصاعد. نعلم تماما إذا لم يكن هناك تخفيضات النفط في الإنتاج ربما دعم ذلك هبوط أسعار النفط لأكثر من دون 60 دولار للبرميل، ولكن مع وجود هذه التخفيضات كانت قد ساهمت بشكل كبير جدا في تحقيق استقرار لأسعار النفط عند مستويات 85 دولار وأعلى من ذلك، وهذا ما تحتاجه أوبك بلس وصرحت به أكثر من مرة، وتحتاج إلى استثمارات أكثر في الفترة المستقبلية لتغطية الطلب المستقبلي، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب بأسعار أقل عند 65 دولار للبرميل أو دون ذلك وتدفع نحو الطاقة البديلة بشكل أكبر. طيب إذا ما تحدثنا عن الدولار الأمريكي باعتبار النفط هو مقوم بالدولار الأمريكي، فهنا التفاوت والتذبذب كبير في هذه الأيام يحدث للاقتصاد العالمي، هل من تغير كبير لربما يطرأ على الدولار الأمريكي؟ ومن ثم سنتحدث عن الذهب. يعني احنا شفنا الدولار الامريكي يرتفع امام الباوند، يرتفع امام اليورو، وفي نفس الوقت يرتفع النفط. الذهب والدولار الامريكي لعبوا دور مهم كملاذ آمن في الفترة الحالية التي نحن موجودين فيها، بالتالي هناك توجه نحو الدولار الأمريكي وتوجه نحو السندات الأمريكية على وجه التحديد، وذلك يفسر بعض التراجعات في عوائد السندات الأمريكية نتيجة ارتفاع الطلب على السندات بحد ذاتها. وفي نفس الوقت البحث عن الملاذات الآمنة المتمثلة كانت في الدولار الأمريكي، في الذهب، في الين الياباني، وكذلك في الفرنك السويسري. رأينا هذه المنتجات تتفاعل بشكل كبير جدا مع آفاق التوترات الجيوسياسية والآفاق اللي ممكن أن تتسع رقعة الصراع أو ممكن يكون دخول أطراف جديدة، بالتالي هذا الأمر حساس جدا للأسواق. رأينا الذهب يقطع مسافة طويلة جدا، ولكن أريد أن أركز أن الدولار الأمريكي كان يلعب دورا كملاذا آمنا في الفترة الماضية، وذلك يفسر حقيقة أنه لماذا النفط لم يصل إلى 100 دولار للبرميل في ظل كان في عندنا ارتفاع في قوة الدولار الأمريكي وارتفاع في أسعار النفط في نفس الوقت وارتفاع في أسعار الذهب. ولكن لتفسير ذلك بشكل أكبر نبحث عن مؤشر الدولار الأمريكي الذي لا يزال يقبع عن مستويات مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع سلة العملات الرئيسية التي تضم العديد من العملات الرئيسية العالمية أكثر من 7 عملات، وبالتالي هذا يفسر حقيقة أنه المستثمرين حاليا في وضع يعني تقليل من المخاطرة، أو لا يوجد شهية المخاطرة كما ينبغي، وتنحصر الشهية في بعض الفرص الاستثمارية والانتهازية حقيقة فيما يتعلق بسوق الأسهم الأمريكية الذي يشهد يعني والأسهم العالمية الذي يشهد إعلانات أرباح في الفترة الحالية.
ولكن عفوا كمؤشرات أساسية نرى هناك ضغط حقيقي على أداء المؤشرات بنتيجة انخفاض الرغبة بالمخاطرة. طيب رأيت بسؤال أخير، هناك بيانات تشير إلى صعود الذهب فوق 2000 دولار للأوقية، أو لربما يصل إلى 2000 دولار، ومن ثم في 2024 سيصل إلى 2000 دولار. كيف ترى هذه البيانات؟ يعني فعلا سنرى الذهب يصل إلى 2000 دولار؟ يعني حقيقة يعني يوجد هناك اتفاق شبه عام حتى يعني في مجموعة إيكويتي، معظم المستثمرين في توجهاتهم كانت نحو الشراء في أسعار الذهب، والموجة الشرائية هي الأكثر وضوحا، خصوصا من يوم الجمعة شفنا أكثر من 51 دولار تم إضافتها على سعر الأونصة، وهي لا يزال الضغط بشكل أكبر دون أن يكون هناك أي تصحيحات سعرية بشكل كبير. بقائنا واستقرارنا فوق مستويات 1935 إلى 38 دولار للأونصة يفتح آفاق حقيقة للارتفاع خلال الفترة القصيرة القادمة. يعني نحن عم نتحدث عن 2000 دولار وممكن هي تحدث خلال تعاملات هذا الأسبوع حقيقة، بوجود هذا التوتر الجيوسياسي، بوجود هذا القلق والبانيك أو الذعر الموجود ما بين المستثمرين حاليا وتوجههم نحو الذهب كملاذ آمن. نحن عم نشوف الذهب يقطع عن 20 و 25 دولار خلال فترات قصيرة ويحافظ على المكاسب. هذا هو الأهم، هذا يعني أنه يوجد عندي وفرات شرائية كبيرة جدا في الفترة الحالية تدعم مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة. ولكن السؤال الأبرز هو مدى سيطرة أو بقاء هذه الأسعار مرتفعة في حال كان هناك انخفاض في التصعيد أو احتواء للموقف. التوترات الجيوسياسية على وجه التحديد ممكن نشوف تراجع كبير ربما في أسعار الذهب، بالتالي المستثمرين أو المشترين كذلك الأمر يخشون أن يكون هناك انتهاء لهذا الرالي في أي وقت قريب، وبالتالي الدخول في صفقات الشراء ممكن يصبح أكثر حساسية كلما ارتفعنا نحو مستويات 2000 دولار للبرميل، خصوصا أنه نعلم تماما المسبب الرئيسي لهذه الارتفاعات. نعم رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق.